برحب بحضراتكم من جديد. سيراميكا كليوباترا بيستضيف الاسماعيلي على استاد المقاولين العرب، ولقاء مهم جدا للفرقتين. كابتن عبد الظاهر، لقاء صعب للفرقتين، يمكن المشترك ما بينهم ان هم ما دعموش بعدد كبير من الصفقات، لكن هيثم شعبان طلع واشاد بصفقاته، قال هي قليله لكنها مفيده بالنسبه لي. الناحيه الثانيه الاسماعيلي في اللقاء الاهلي ظهر بانه محتاج تدعيمات كتيره، فهل تعتقد بانه الفرقتين السنه دي ممكن يبقوا مش بنفس قوه الفرق اللي دعمت بعدد كبير او بصفقات ثقيله؟ خلينا نقول ان احنا في دوري فعلا ممتع جدا. ما تقول ان دوري ممتع في اول جوله فده يوضح لك حاجه طيب جدا. طبعا الناس اللي طلعت من تحت عملت اضافه، واضافه كبيره جدا، وعملت منافسه، وبقاش خلاص ماتش انت كسبانه او خسرانه، او بتقول مثلا لو قابلت ده في الاول احسن ما قابل فلان. لا هو كله بقى صعب، كله صعب خلاص صح. كله بقى صعب، كله كمان بقى عنده تطوير في الملعب بشكل كبير. المدربين الجداد كمان بقى لهم فكر في الملعب بينفذوه، فبقى يصعبوا المأموريات على أي حد عايز يكسبهم أو حتى ما يتغلبوش يعني. فهمني؟ فأنا بحيي جدا كل الناس اللي لعبت في الأسبوع الأول، والناس اللي لعبت في الأسبوع الثاني، بجد حاجة هايلة. وبعدين كنا زمان بنلاقي الأسبوع الأول والثاني ده تعادلات كتير، كله محافظ، كله مش عايز يخسر، لا ده كله عايز يكسب، كله عايز يجمع نقط كبير يعني. فهمني؟ النهارده سيراميكا والاسماعيلي، هل هم اتعلموا من الدرس بتاع السنه اللي فاتت ولا لا؟ ده برضو امتحان مهم جدا، سواء للكابتن هيثم، سواء للكابتن طلعت، والاسماعيلي بمشاكله الكتيره اللي هي بره الملعب طبعا، وقلنا السنه اللي فاتت في حاجات كتيره جدا. للكابتن طلعت كان بيتميز بالالتزام جوه الملعب، وده كان شيء كان لازم يكون موجود حد بالصفات ديت، ان يكون في التزام جوه الملعب قبل ما يكون في تكتيك وقبل ما يكون في فنيات. فالكاب طلعت في الموضوع ده، لكن ايه الحيثيات بقى وايه المشاكل، ايه الدنيا؟ طبعا حياه صعبه جدا في نادي الاسماعيلي، ومش عايز اتكلم عليه لان احنا معانا كابتن من كباتن الاسماعيلي. انما سيراميكا كابتن هيثم عنده استقرار فني، من راجل ماسك الفريق مشى شويه وجه كابتن ضياء، وبعد كده جه كابتن هيثم، عنده شخصيته، عنده لعبه، عنده طريقته في اللعب، كمان عنده تحكم في اللعيبه كويس. ما يكون عندك نجوم كبار او اسماء كبيره في الفرقه، مهم جدا انت ازاي تقدر تتحكم فيهم. انا شايف ان احنا النهارده المفروض نتفرج على الكوره، لما نقول الاسماعيلي في اي طرف من الاطراف انا كده لازم اتمتع، لازم افتح التلفزيون اشوف كوره كويسه. ده اللي بنبحث عنه من سنين طويله جدا في نادي الاسماعيلي، اللي هي الهويه بتاعت الدراويش، البرازيل مصر، ده اللي عايزين نسمعه. بس بيقابلوا ظروف طبعا، قابل النادي الاهلي، قابل النادي الاهلي، النادي الاهلي في ظروف صعبه جدا، قابل النادي الاهلي في امتحان قوي جدا للاجانب، ان هم كان لازم يثبتوا نفسهم، ماكسيموني وبيرسيتاو كان لازم يثبتوا نفسهم، وما لقوش اكتر ولا احسن من الماتش ده ان هم زي ما بيقولوا يفرضوا عضلاتهم. فاهمني؟ مع عدم اكتمال فريق نادي الاسماعيلي واستقراره، واستقرار ده حط تحت منه خطوط كتيره جدا. فانا النهارده مين هيقدر يتخلص من مشاكله نادي الاسماعيلي ويبقى في الملعب بس؟ سيراميكا ازاي هتقدر تكسب؟ لان هي نقلت السنه اللي فاتت في المركز العاشر، خسروا نقط كتيره جدا مهمه جدا. جه عندهم الكابتن ضياء والكابتن هيثم، دي مدرسه وده مدرسه ثانيه. فالنهارده عايزين نشوف اولا اهداف، لان باسم مرسي موجود. فلما تقول باسم مرسي موجود، عايز تشوف باسم مرسي الهداف بتاع زمان. فاهمني؟ عندنا محمد ابراهيم، عندنا شادي حسين، ولغز ازاي بيتحط على الدكه يعني، هل ده سيناريو للكابتن ولا ده طريقه تانية ان هو عايز ينزله في وقت معين؟ كل المعطيات دي عايزين نشوفها.